إلى فلسطين المحتلة الآن، وبعد 56 يوما من معركة الأمعاء الخاوية، الكيان الصهيوني يرضخ لصمود الأسير الفلسطيني ويطلق سراحه بعد 11 شخصا من الاعتقال الإداري وبدون محاكمة. صباح محمد. بهذه القمصان ووسط استقبال شعبي مهيب، استقبل الأسير الفلسطيني خضر عدنان المفرج عنه بعد 11 شهرا من اعتقاله إداريا وبدون محاكمة. الأسير الفلسطيني انتصر وللمرة الثانية في معركة الأمعاء الخاوية على سجانيه بعد 56 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام. هذا شرح بالإخراج المبكر الغير عادي، هذا جبن من الاحتلال الذي يخاف من الفرحة الفلسطينية والمحبة الفلسطينية للأسرة الفلسطينية. موعدنا إن شاء الله الساعة 6 مع جمهور شعبنا من القدس والجولان. أهلا وسهلا بالسلم الفلسطيني وخير بيوتات فلسطين ذوي الشهداء والأسرة، في المقدمة سيكونون في هذا الاحتلال. بعد رضوخ الاحتلال الصهيوني لصمود الأسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي حر طليق، وهو شمل العائلة يلتئم من جديد وسط زغاريد وفرحة عارمة. الأسير الفلسطيني المحرر خضر عدنان يعانق الحرية بعد اعتقال إداري دام 11 شهرا بدون محاكمة، ولكن هناك آلاف الأسرى في سجون الاحتلال المظلمة ينتظرون النور، فاللهم فك قيد أسرى الحرية.